صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي وبداية أسبوع. نتمنى إن شاء الله تكون حلقاتنا وحلقتنا في هذا الأسبوع حلقاتنا القادمة إن شاء الله تكون مثيرة وممتعة وأيضا مليئة بالأخبار السعيدة. اليوم بالتأكيد عندنا خبر سعيد، خبر جميل، وعندنا خبر حزين. راح نتطرق لفوز الأبيض وخسارة الأصفر في كأس الاتحاد الآسيوي في الجولة الثالثة، إضافة إلى بعض الأخبار والمواضيع المنوعة. خل نرحب بضيوفنا ومحللين متواجدين معنا اليوم. على اليمين مدربنا الوطني كابتن راشد بديح، نقول له هارلك. بجانبه المدرب الوطني وأيضا مساعد مدير الكرة السابق في نادي كاظمة واللاعب السابق الكابتن صالح عنيزي. على اليسار المدرب الوطني واللي مبارك له ايضا واللاعب الدولي السابق الكابتن فرج لهيب، واخر الحضور ايضا اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي الكابتن عبيد منور. حياكم الله اخوان، صبحكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم، ومشكورين على تواجدكم معنا. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا واضحه على الشاشه، نتمنى مشاركتكم، اثراء الحلقه بمداخلاتكم وايضا تواصلكم معنا. شكر لمتابعينا في تويتر انستغرام في اليوتيوب، ايضا هذه وسائل التواصل الثلاث، نسعد دائما باضافتكم لهذه الحسابات والتواصل معنا. والشكر موصول للاخوان القائمين ايضا على وسائل التواصل الخاصه في قناه الاي تي في، ونتمنى ان شاء الله ايضا تكون هذه الفقرات اللي تعرض ايضا تحوز على اعجابكم. شكر لرعاتنا وداعمينا شركه كويت تريد واخوي محمد النصار، شكرا لك. بن العميد اخوي صالح دشتي، اخوي مهند الصباغه مشكورين. أطياب المرشود، أخوي وليد المرشود، عبد اللطيف الأيوب مشكورين. شكر لي أيضا مطعم سيامي وسط أبو عمر، أخوي أبو عمر مشكور، والإخوان القائمين على المطعم. شكر لمطعم التسيم ومطعم كناف وعجين. شكر لأخوي محمد العنجري مدام شادية ديرندير، وفي النهاية شكر لأخوي طواري مدلول وكيل جيفوفا وزيوس في الكويت. قبل لا أبدي باسم العاملين في برنامج الديربي أكيد وقناة الاي تي في بالتأكيد، نعزي أخونا العزيز اللاعب السابق والمدرب الوطني الكابتن القدير عبد اللطيف الرشدان بوفاة شقيقة. نسأل الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. قبل لا أبدي أيضا أبو محمد هارلك، أبو محمد أنا وصلت لي أخبار مقاطع فيديو صراحة، ما أدري بس يعني هل هي قديمة جديدة أن في ناس أغمى عليهم و من الخسارة من النصر وحالات إسعاف، والله خبر والله موجود بالفيديو، والله بالإم بي سي بعد عشان أعطيكم القناة يعني هي اللي حاطة الخبر، بس ما أدري قديم ولا جديد. ما إن شاء الله أنت مو واحد من اللي يغمى عليهم ولا حاشتك ودك دكتور نفساني. بسعود أول شيء أنت الخسارة يعني تكلم على الهلال، الهلال خسر مباراة بس ما خسر بطولة، تتكلم عن زعيم، عطى النصر حقه، زعيم زعيم آسيا أول شيء بعدين دش على الهلال. نتكلم عن النصر، احنا ما نبي نقول والله لا طرد ولا حكم، هذه مو هذه الهلال ما يقولها، احنا لنا النهاية ويبغى الهلال هو زعيم آسيا. زين انت واحد منهم ولا مو واحد منهم؟ انت اغمى عليك شيء؟ احنا ما يغمى علينا خلاص. زين العكس زين. بس نطمن عليك يا اخي، ما تبي نطمن عليك؟ اللي يغمى عليه هو اللي فايز على الهلال، خلاص مو الخسران من الهلال. مع احترامي لك اجلها لمن ياخذ النصر الدوري ان شاء الله. النصر ياخذ الدوري ان شاء الله؟ اي مو مشكله. شنو اجل طيح اجل شنو؟ لا لان يقول ما خسرت بطوله. اي توه احنا بالبطوله بس فوزكم على الهلال، انتم عندكم بطوله، احنا نطالع البطوله بس انتم عندكم بطوله. زين فوز على الهلال هو بطولتكم، احنا بطولتنا نرفع الكاس. زين احنا بنختم الموضوع بس اتمنى يعني تعطينا تفسير او تحليل او اعراب او ما ادري والله انت يعني نصر اللغه العربيه. لا لا نصر سوى كل شيء بالملعب. صحيح. النصر ذاك اليوم كان ماكو شيء امانه يعني. صح. عفوا ابو محمد، يعني النصر اصلا يعني من الظلم بكره القدم ان النصر يكون متعادل ولا خسران مباراه الهلال. نعم. قدم مستوى راقي يعني ما فيها شيء، الهلال ما كان بيومه، ما كان أيوه. فريق كبير الهلال، لكن النصر باليوم هذاك اليوم حقيقه يعني يستحق الفوز. نعم. لعب وسوى كل شيء داخل الملعب، يعني انا ما شفت الهلال فريق كان بذاك اليوم، هو له تاريخ كبير طبعا وفريق عالمي، لكن عالمي مو لكم كنا؟ لا عالمي. نعم. لا العالمي حق النصر. انت عادي انت صح انت صح. لا 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 بس الهلال
ذاك اليوم ما كان جيد، وبالتالي الكره دائما تعطي تروح حق اللي يخدمها اكثر. يستحق النصر، يستحقها طبعا، يستحق. انا اعتقد الهلال النصر قدم مستوى راقي. انت طيب هلا احنا ما نبي نفتح الموضوع مره ثانيه، احنا تكلمنا عن المباراه نفس المباراه. تسال اي واحد متابع فعلا حتى الهلاليين نفسهم، الكل معطي النصر التفوق. اي نعم، من قبل قبل لا تبدا المباراه، لان مبين حتى اول المباراه. نعم، الرغبه مبينه عند النصر. زين، ما خلص، بس احنا نقول الهلال ما كان بيومه. مبارك حق نادي النصر، صح. المباراه استحقها نادي النصر، بس يبقى الهلال الهلال. ونحن هذه جوله، لا لا تقول ما كان بيومه، وباجي وباجي جوله. لا لا ما كان بيومه، النصر كان افضل، كان افضل. قاعد اقول انا وفرق سيطرت عليه، قاعد اقول لكم هو الاجبر يكون افضل، وهو الاجبر. الهلال ما كان بيومه، النصر اجبر، كان الهلال يكون اجبر. مستواهم مو زين، خسرنا جوله. اللي 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 ما يخسر، قاعده اخذها بكره القدم، اللي ما يخسر ما يفوز. نعم، انت المفروض تقول حق هم فرج هارت لك على شنو؟ على اتفاق. انت الحين قلت لي هارت لك من قبل اسبوع، تقول حق فرج اتفاق طلع لما يفوز الهلال ظلم، لما يخسر ظلم. بعد شنو ظلم؟ اجي قبله والنصر اي دقيقه قوله، والبنات ما نحسها. الحين حق الهلال ظلم، بس حق هذا هارد لك والله. بس الفنيله شوف لما يطلع بهالصوره لازم تقول له مبروك. لما يطلع بهالصوره اللي طلع فيها قدام الهلال قول له مبروك، لا تقول له. ليش اقول له؟ المهم احنا بنختم. لا قول ليش اقول له مبروك؟ لا الصوره اللي طلع فيها يعني لعب زين، قصدي لعب زين ومظلم اللي خسر الهلال، اللي يلعب زين اللي يفوز عليه بطوله هذه. انا بختم بس اتمنى يعني منك لك. لان وايد اسئله قاعد توصل لي صراحه، هارد لك ابو لهيب، وايد اسئله قاعد توصل لي، واستفسارات وايميلات وتغريدات. فسر لنا كلمه طاقيه. طاقيه؟ ايه والله ما ادري طاقيه، ما والله ما سالتك انا قبل البرنامج شنو طاقيه. انا سالتك، انا بسالك، انا اللي سالك شنو هي. انت مو هلالي، فسر لنا شنو كلمه طاقيه. ما ادري شنو اعطينا لقب هذا الهلال كنا، ما ادري. انا قاعد اسال الهلالي، انا ما ادري طاقيه. ما ادري ما تعرف يعني طاقية. الهلال كله يلبس الناس طاقيه، يفوز ويلبسهم طاقيه. انت هذا تفسيرك؟ هذا تفسيري. الهلال هذا تفسيرك ولبسهم طاقيه، ولا عندك خبر على الموضوع؟ والله ما عندي خبر على الموضوع، بس الهلال يفوز يلبس الناس طاقيه ويمشي. لا لا تالف، انا هذا اللي اعرف. لا تالف، اوكي يقول ما اعرف. اتمنى من الاخوان الهلاليه يعطونا تفسير لكلمه طاقيه خلال الحلقه ان شاء الله. عموما خلينا نروح حق اول موضوع في حلقتنا اليوم، فوز الكويت. بالتاكيد فوز مهم، فوز ايضا مستحق خارج ارضه، فوز على الاقل يعني ثأر لخساره القادسيه امام المالكيه اللي خسر ايضا من شقيق البحريني. نبارك لنادي الكويت، اكيد مجلس اداره، جهاز فني، اداري، جماهير، لاعبين، ونبارك لانفسنا دون شك، لان يمثلنا في هذه البطوله، يمثل الكويت. خل احنا بنشوف لقطات يمكن او صور، يمكن صوره جاهزه حق المباراه. يعني حتى الصور يمكن الاخوان يعني امانه الاسبوع الماضي او الجوله الماضيه كان حسب اللي صار طبعا، ان يعني الضجه اللي صارت ما بين الاخوان في بي ان سبورت والاخوان في الاتحاد الاسيوي، فتم بث المباريات والملخصات على القناه اليوتيوب الخاصه في الاتحاد الاسيوي لكره القدم. لكن الاخوان يبلغوني في هذه الجوله الظاهر صارت امور يعني ما ادري امور فنيه ومشكله يعني حقوق من الامور هذه، فتم قطع او حجبي بالضبط حجب الفيديو عن الاتحاد الاسيوي. وعموما احنا نقول جود لك للابيض. ابدا مع ابو لهيب كونه كويتاوي وفايز في المباراه، شو تقول عن المباراه ابو اول شيء؟ مبارك حق نادي الكويت على 3 نقاط الفوز المهم، يمكن مبارك اللاعبين وجهاز فني وجهاز اداري. الكويت يمكن كان المسيطر في يمكن مجريات المباراه بشكل كبير، لكن ما كان يعني مو هذا اداء نادي الكويت، يعني حتى الرغبه ما كانت موجوده، كان في لعب فردي زياده، يعني جمعه سعيد كان لعبه فردي زياده، وما شفنا ايضا جمعه سعيد كان في رقابه عليه بشكل كبير، لكن لما يمسك الكره كان دائما يكون فردي، بالاضافه الى فيصل زايد ايضا قدم مستوى ممتاز ولكن ايضا كان فردي، في بعض التخبطات في بعض
الاسلوب التكتيك لاعب محمد عبد الله، يمكن اخراج يعقوب الطرار ونزول فهد هاجي في المقدمه، في شوي فوضى تكتيكيه داخل الملعب، لكن بالنهايه يمكن البديل، يمكن دائما المدرب تبين لمساته، يمكن بسالم عارف وانا عارف هالشيء، نزول شاهين الخميس يمكن هذا اللاعب يمكن اللي عطى التفوق حق نادي الكويت، يمكن لاعب ممتاز، لاعب كان يحتاج فرصه واخذ الفرصه، يمكن اختيار الكابتن محمد عبد الله حق شاهين الخميس في 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 هالوقت هذا وسجل هدف، يمكن هذا البصمه الوحيده اشوفها في المباراه اليوم، لكن بشكل عام الكويت ما كان جيد، لكن فوز كان مهم وطلع بثلاث نقاط وهذا الاهم، اخذ الاهم من المباراه. بو سالم قاعد نلاحظ يعني الغياب التهديفي عن فريق الكويت في المباريات الثلاث اللي لعبها الان، هدف واحد من ثلاث مباريات، غياب جمعه سعيد امر ملفت، يعني امر غريب صراحه. اليوم جمعه المفترض هو 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 الورقه الرابحه للكويت، غايب عن التهديف ايضا في ثلاث مباريات، في امر غريب في الخط الامامي لفريق الكويت. مسعود شوف يعني اليوم كانت الفرصه الاخيره لنادي الكويت، يعني اليوم في حاله التعادل يكون بعيد الكويت بعيد عن الوصول بدرجه كبيره، يمكن 70-80%، لكن الحمد لله قدر يسجل شاهين الخميس في اخر الوقت هدف، يعني هدف يقول ان الكويت قادر انه يوصل للمرحله الثانيه، لان الهدف هذا هدف بطوله، هدف ان شاء الله انه يكمل ويواصل. لكن المشكله وين؟ المشكله ابو سعود لما تتكلم عن الكويت ولما تتكلم عن القادسيه، لما يلعب بدوري ضعيف يحتك مع فرق ما يعني ما مو ذاك المستوى، شيء طبيعي انه يكون النزول كبير ومخيف يعني بالمستوى، خاصة بعد المباريات الوقفة هذه الأخيرة اللي هي كأس آسيا. فأنا أعتقد الكويت واعتماد الكلي، الكويت القادسية اعتمادهم على بدر مطوع، اعتمادهم على جمعة سعيد، اعتمادهم على فيصل زايد، يمكن الكويت عنده أكثر من صانع لعب، عنده فيصل زايد، عنده جمعة، عنده يعني في صناع لعب، لكن القادسية عنده لاعب واحد. فأنا أعتقد أن الكويت قاعد يمر في مرحلة انتقالية، بعد الدوري ما توقف ولعب مع القادسية وخسر من القادسية، هني بدأت الهزة تكون واضحة بنادي الكويت وبدأ الدوري يأخذ منحنى آخر. أنا أعتقد الكويت عنده مشكلة في استحواذ على الكرة، دائما يخسر الكرة. شوف نادي الكويت دائما يخسر الكرة في يعني باص طويل، يعني ما عنده استمرارية في تناغل الكرة. بنفس الوقت اللي هو جمعة يعني لاعب ما في شك، يعني لو انت مدرب يسبب لك صداع هذا اللاعب، لكن بنفس الوقت هو لازم يعرف ان الكرة جماعية، ما في لاعب وان مان شو، ما خلاص انتهى العهد هذا، حتى لو الا لاعب اللي هو مارادونا بس، لكن طيب. الباقي لا ما يصير. ابو محمد يعني احنا نتطرق لعوده الكويت المنافسه، اليوم لو الكويت لا سمح الله متعادل او خسران اعتقد راح يكون خارج المنافسه، فاليوم ثلاث فرق تتنافس على المركز الاول، اليوم الجزيره الاردني في المركز الاول 7 نقاط، النجمة الثانية 4 نقاط، الكويت الثالث 4 نقاط فارق الأهداف، فأعتقد الفوز أعاد الكويت المنافسة اليوم. شيء أكيد، أول شيء مبارك حق أبو عزوز فوز نادي الكويت. بسعود والله أنا ما شفت يعني المباراة عشان إن أنا أقدر أفيدك فيها، بس أنا شفت لقطة الجول وأبي أشرح بالحلقات السابقة، إحنا يمكن طلبنا إن يلعبون احتياط نادي الكويت، اللاعبين صار مثل فيهم تشبع، صار فيهم احباط بعد دوري خروجهم من دوري الابطال. فاليوم شفنا نزول شاهين خميس وباخر دقيقه، هذا يعطي معنويه اللاعب، نتمنى استمراره كاساسي ويلعب في البطوله او بالدوري، يعطونا لنا خامه طيبه بسعود، يمكن شفناه بنادي كاظمه، شفناه بنادي السالميه. ترى محمد واللاعب عنده لاعب زين، كنت تتكلم مو شرط يعني نزل لاعب اليوم وسجل هدف انه معناته يلعب اساسي،
ترى في لاعبين كبار. لا مو شرط. ليش أساس؟ قاعد أقول فرصة. ياخذ ياخذ فرصته. إحنا طالبنا. قاعد أقول لك إنه في بعد خروج من دوري أبطال آسيا اللاعبين كانوا طموحهم دوري الأبطال يلعبون في هالبطولة. صارت البطولة الثانية اللي هي أغل واللي هي إحنا ما نطمح لها كمشاهدين الدوري الكويتي. فرغنا المفروض ما تلعب هالبطولة. فقاعد أقول إنه بعد الإحباط اللي حاش اللاعبين يعطي فرصة في هالبطولة حق الصغار. وشفنا اليوم شاهين الخميس خذ الفرصة وكان قد المسؤولية وسجل هدف. فأتمنى هم يعطونا فرصة مساحة أكبر. يلعب أساسي ما فيها شيء. بس ترى في شغلة مهمة. أعطيتك والله يستحق يستحق شاهين. نعم يستحق الواحد يتكلم عنه. لاعب مميز. لكن مشكلة شاهين وين؟ مشكلة شاهين إنه قاعد يلعب بنادي الكويت عنده نجوم كثيرة. أضرب لك مثال نفس سيف الحشان يوم كان يلعب بالغاتسية تحت 20 سنة أو تحت 23 أو 22 سيف برز بروز كبير. لكن بنفس الوقت منه اللي فوق قاعد عزيز المشعان بدر مطوع محترفين مميزين هذا. لكن على 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 شاهين أن يقدم. أنا أثق في هذا اللاعب. لكن يبيله هو شد حيله. بس شاهين يلعب على الطرف اليمين يعني اليوم شد ناي يمين يلعب يسار ويمين هو يلعب تقريبا بالضبط مكان فيصل زايد بالضبط. اوكي اليوم لاعب يمين تقدر تودي تقدر يلعب الاثنين يعني طلع ما في احد. انا اقصد مو بالمكان اقصد في نجوم بالفريق. فبالتالي هو يحتاج انه يشيل حيل على مسالم. اذا كان مثلا في احد مكانه إيه اليوم ما في يلعب مكانه فيصل. وما دام الكويت يلعب 4-3-3 يكون قدام طرار وفيصل زايد وجمع سعيد. ايه فكان أيه حساس يعني طيب. صعب ان يلعب مكان فيصل. ولكن كلاعب حتى وليد حتى طرار يحتاج حتى طرار طيب. لاعب مميز حقيقه صحيح. يعني ولاعب منتخب. فحتى المدرب يعني من الظلم انه يشيله بس ترى بسعود قال نقطه طيب. مهمه نادي الكويت يعاني من 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 راس حربه صريح اللي سجل اهداف نفس صابر اللي تم استبعاده. كنا محتاجين لاعب حتى مشكله مع فابيانو كان محتاج لاعب مشكله الكويت الكبيره. مشكله الكويت اللي الواضحة إن إذا ما سجل خلال 10 دقائق ربع ساعة ينرفز زيادة ويشد زيادة كأن المباراة ربع ساعة ومع الوقت. لكن إذا سجل في بداية المباراة المباراة تروح 4-5 أي صحيح طيب. صحيح. بوحسن أهم خنشيد اليوم مثل يعني الإخوان شاهدوا شاهين شاهدوا بالفيصل خنشيد حميد القلاف أيضا كان له دور أنقذ مرمى أيضا من كم كرة يعني كان له دور كبير أيضا المحافظة على الشباك نظيفة. حميد أول شيء مبروك للنادي الكويت الفوز 3 نقاط واللي هي الأهم بالمجموعة ورد شوي للمنافسة. طبعا الكابتن حميد القلاف يعني ما شاء الله تبارك الرحمن من بداية الموسم يعني من أول حتى من أول ما انضمام للنادي الكويت مسك المكان الأساسي حراسة المرمى ومن الحراس المميزين مع أخوي سليمان عبد الغفور وخالد الرشيدي ومحمد هادي. حارس مميز له ثقلة بالفريق أنقذ الكويت بمباريات كثيرة مو بس المباريات هذه. بالنسبة للمباراة بسعود احنا لو نقيس الكويت بدرب يعني خطير باستثناء مباراة الوحدات. مباراة الوحدات اللي هي يمكن الشوط الثاني اللي هم على ملعب نادي على ملعب الوحدات بين أرضه وبين جمهوره اللي قلبوها يعني كان في الروح كان في قتال كان في الإصرار على على الفوز. البطولة الكل عارف إن البطولة ما شاء الله ماخذها نادي الكويت 3 مرات. البطولة مو مهمة ولا هي مستوى الفرق الكويتية مع احترامي للفرق الموجودة أيا كان القادسية والكويت. مستوى اللي قاعد نشوفه هذا يلخصنا مستوى الكرة الكويتية حاليا. طيب. أنت مدام ما عندك دوري قوي مستحيل أنت راح تنافس خارجيا. وإحنا قاعد نشوف الحين مع احترامي الشديد الفرق الحالية الموجودة بأيا كان مجموعة القادسية أو مجموعة الكويت. القادسية والكويت يطوفونهم بالمستوى بمراحل كثيرة. نعم هي
هي ماديا اصلا انظلم بغض النظر الكويت انظلم هذا الدوري الضعيف يعني بغض النظر بغض النظر يعني ما نبي ندخل في لا 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 انا لان اكثر من مره قعدنا لا 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 الان بسعود نتكلم عن اداء فريق في بطوله اداء مهمه أداء لنا بغض النظر انها والله انا قاعد اقول انا الخص لك انا الخص لك مستوى الكويت والقادسيه ممثلين دوله الكويت مستواهم يلخص لك بالدوري دوريه كنت مو زين مو مستوى الطموح ضعيف مستحيل انت برا قاعد تنافس هذا على كل الالعاب لا لا يعني انت قاعد تشوفه حاليا يعني احنا قاعد نشوف قبل احنا قاعد نشوف قبل شلون الكويت خذها يعني هذا طموحنا عيل طموحنا كاس اتحاد باسل على قدنا نلعب اذا انت تقول حاليا ان دورينا سيء ودورينا هذا مستواه نلعب على 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 بطوله على قدنا على قد دورينا اوكي انت حاليا بتتكلم انت بتتكلم حاليا على كلامك يعني اي انا ليش قاعد انت قاعد تقول لا هذه البطوله مو احنا ومو اي لا لا انا لا لا انا اقول لك مو كلامي انا قاعد اقول لك الكويت ماخذها ثلاث مرات القادسيه ماخذها يمكن مرتين ما هي ثلاث مرات مره يعني احنا ماخذينها احنا طموحنا دوري ابطال اسيا لكن انت الحين دوريك مو زين زين لما اخذناها انت مسابقاتك مو زينه ما عندك ابو حسن لما اخذنا الكويت ثلاث مرات والقادسيه اخذاها كان دوريك زين كان دورينا زين اي لا لا كان متوسط لا 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 ما كان توسط لا لا افضل شيء القادسيه والكويت اوكي كنا نطلع من الملحق دقيقه بس كنا نعاني من ملاعب نعاني من كذا نفس الشيء لا ما قلت ملاعب انا ما قلت ملاعب انا ما قلت ملاعب لا لا انا ما قلت ملاعب مستوى الدوري قبل نسبة مستوى بسيطة يعني نسبة بسيطة لا 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 انا قاعد اسالك لا افضل قبل مستوى قبل قبل نفس مستوى الحين لا نسبة بسيطة محترفين بسيطة محترفين بسيطة محترفين افضل افضل بكثير مستوى لاعبين محليين افضل بكثير مشاركات خارجيه كنت تلعب منتخب حتى منتخبك كان افضل بكثير والانديه يعني حتى الانديه انت كان عندك انت كان عندك لا طلعونا برا يا جماعه العربي اسمع عشان مو نحن بنعطي الفرص حقها يعني انا قاعد اقول لك الفوز اليوم لنادي الكويت اخذ المهم اللي هو ثلاث نقاط لكن كمستوى مو هذا مستوى نادي الكويت الكل متفق يعني ابو لهيب ايضا مو عاجبه مستوى انا باختصار اسمع اخذ لا ما اخذ لا بعد خروجه من الملحق صار في نادي الكويت دروب واثر نزول مستوى بعض اللاعبين هذا اللي اثر على نادي الكويت بالفتره الحاليه نعم طيب الاخوان بلغوني خبر بقبول استقالة علي الديحاني من رئاسة اللجنة الفنية في اتحاد الكرة وتعيين أخونا أحمد عجب بديلا له يستاهل دكتور أحمد والله يوفقه وإن شاء الله يكمل المسيرة اللي بدأ أخونا أبو فواز كونهم يعني كمجموعة وكلجنة نصيحتك حق الدكتور أحمد وسالم والله أحمد لاعب ويعرف اللي لازم يقوم فيه أحمد يعني لاعب كبير حقيقة ويعرف شو اللي المطلوب منهم في هذه الفترة خاصة هذه الفترة البعد عن كل ما يضر الكرة الكويتية وإعطاء كل فريق حقه يعني وإن شاء الله يعني أنا أعتقد شوف المشكلة مو مشكلة لا أحمد ولا غير أحمد يعني إحنا عندنا المشاكل اللجنة الفنية من سنين نفس الأخطاء ونفس الشيء قاعد يتكرر فأنا أنا 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 أتمنى من أخوي أحمد أبو سعد إنه يكون يعني على دراية كاملة في الأمور هذه ويحل الأمور نعم أفضل إن شاء الله تفضل تفضل عادي أنت لا عادي لا بتكلم لا على يعني هو شوف حسب لا لا أبو محمد حسب الخبر اللي انتشر قبل الاجتماع إنه كان موضوعين على طاولة الإخوان استقالة والخبر حطوه الإخوان في قناة الكاس عشان نكون منصفين معن استقالة معن واستقالة علي الديحان الآن الخبر اللي طلع موضوع علي الديحان لكن موضوع معن إلى الآن من مطلع بسود منو اللي مطلع الخبر مال منو علي الديحاني رسميا ولا يعني ولا علي رسمي 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 فما والله شوف شو متوقع يعني ما ناقشوا موضوع استقالة يوفق معن الله يوفق أحمد عجب لكن أنا رأيي كان يعني ودي الكابتن بدر عبد الجليل هو يمسك اللجنه الفنيه هذا رايي انا واقول مو عضو مجلس اداره مو عضو مجلس اداره ما يمسك عضو عشان شغل مجلس اداره يقدر يحاسب ما له شغل ترى لا لا رأي بدر بدر, نعم. بدر بدر يعني خبرة نعم وعارف نعم الأمور وداير ناصر اي نعم يعني أنا حقيقة يستاهل هذا رايي ان اللجان يمسكونهم مو اعضاء مجلس اداره يمسكونهم ناس من الخارج عشان انت باكر تقدر تحاسبه لكن عضو مجلس الاداره بيستغل شنو محاسبه الاستغاله هي المحاسبه هذا رايي وكابتن بدر عبد الجليل
شهادتي فيه انا مجروحه اكيد. يمكن شفنا المباريات وشفنا المدربين الاسيويين اللي حاضر اللي فازوا على الفرق الكويتيه هو اللي قاعد يحط خطط برا هو اللي قاعد يعطيهم رايي انا باللاعبين ترى قاعد تشوفهم الناشئين ترى كلها من يد بناصر زين الحين الحين اللي يحط خطط برا تقول عنه نعم يحط خطط برا احنا نستغني عنه قاعد اقول لك لدرجه الريال يعني المفروض هذا نستفيد منه ونخليه روح يبغى تروح اطلع برا. بدر عبد الجديل خساره انا واحد من الناس هذا بالكويت يا مو شرط مسان بنحطه باللجنه الفنيه على قولة محمد لازم لازم عندك يكون بالاتحاد لازم تستعين ابو حسن يد دوره الحين اللي هو يمسك اللجنه الفنيه هو اللجنه الفنيه برا الاتحاد فيها من سنين فالحين الوقت دوره هو انت تبي تبني منتخب انت الحين تبي ناشئين وتبي تحط مدرسه كرويه ابن من الصفر صحيح. اذا انت صحيح. تبي صحيح. ومحمد انا قصدي حتى لو مثلا ما يعرضون عليه اللجنه الفنيه لازم تستعين فيه لازم تستعين خبرته لازم هذا انا قصدي لازم يكون موجود بدر عبد الجليل لازم يكون والله للاسف يعني هذا الامر شوف لو 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 يطبق مثل ما يطبق مثلا هني في قناه لي تي في وشهادتي فيهم مجروحه يعني اخوي احمد الفضلي وحتى يمكن اخوي احمد دوغتشي انا دائما اضرب مثل في هالشخصيتين لاني تعاملت معاهم بشكل مباشر دائما عندهم وجهه نظر لو الشيطان ينجح برنامجك ييبه لو عدوي اللدود انا يا احمد الفضلي مدير القناه عدوي اللدود ما احبه ما اشتهيه ما واطلع عيشت الله بس ينجح البرنامج ييبه يفيدك فاليوم بسرعة. انت يا اتحاد لو مثلا ما تحب بدر عبد الجليل هذا الصح لو ما تشتهيه لو مثلا ما تواطئ مثلا في خلاف وياه بس ادري انه ينجح مثلا خططي او عنده طريقه ينجح فيها اتحادي يا ابو سعود بدر عبد الجليل قاعد يمكن تقريبا اكثر من 15 الى 20 سنه بالاتحاد ما طلع صوته يشتغل بصمت الرجل الرجل سوى مدربين عندنا كلنا والله لو ما بدر عبد الجليل ما تلقى في شهاده السي والبرو والاي لا لا في المعلومه بعد ولا يجامل احد ترى والله ما يجامل احد لا المعلومة كان ترى كل عمله تطوعي احنا ما مو بصدد ان نتكلم عن بدر عبد الجليل لكن شوف في السابق ولما نتكلم عن الاتحاد السابق عمله تطوعي الان اعتقد يمكن اي واحد يبي يعمل في الاتحاد لازم راتب يعني شوف المقارنة ما بين التعامل مع الاتحادات السابقة والتعامل مع الاتحاد وكان ازيدك من في بعض المسؤولين يعني يحسونها يعني مثلا نفس ناس مناصب بدر عبد الجليل يعني يبونه هو اللي يروح ويعطي من خبراته ما في شيء اذا انا استعنت فيه يعطيني صحيح. يعطيني خطه ويعطيني عمل ويعطيني شغل ترى مو عيب صحيح ترى ابو ناصر يعني متواصل مع الكل لو صحيح. لو تستدعيه لو باتصال ابو ناصر شنو الموضوع كذا كذا يعطيك صحيح. ترى بس للمعلومه اللجنه الفنيه الوحيده اللي كان جيبيلها رئيس الاتحاد بس مسعود كان هو مهتم فيها مسعود اول شيء اهتمام مباشر نعم ابو فواز اول شيء كيف وفى ما قصر الامانه كان له دور كبير في الفتره طافت خصوصا مع البراعم الفتره اللي طافت يعطي العافيه بالنسبه حق احمد عجب كل التوفيق وكان جهده واضح مع ابو فواز وعسى الله يوفقه ان شاء الله ابو فواز ازيدك انا لو كان الوضع صحي رياضيا ابو فواز صدقني راح يوصل لابعد من كذي مع المنتخب هم خيرها بغيره تفضل عسى الله يوفق اخوي احمد عجب طبعا شهادتي فيه مجروحه احمد وكفيت ووفيت يا ابو فواز علي حسين الدهاني بوجهة نظري أنه ما قصر يعني صحيح ما جاء منه قصور أحمد عجب أتوقع أنه أخذ خبرة من أخوه علي حسين دهاني وأحمد لاعب سابق لاعب دولي مجتهد نعم. ومجتهد ويعني أنا أعرف قرب يعني إن شاء الله أن الأمور تكون صحية لنجاح أخوي أحمد إن شاء الله إن شاء الله قبل أروح حق الفاصل بس أخونا فيصل أبو عباس يقول سلامي للجميع يقول ما تعودت أشوف صالح عنيزي بهالهدوء شكله غير منور الشاشه الكبسه البيض منه مغلوب بعد لا امس البيض مغلوب بالثلاثه فايز عليك لا غير الخساره من النصر غير اي والله فايز خساره من النصر غير امس فايز ودارس سعود الحين ابو فواز استغال علشان احنا يعني طلعنا من الاولمبي لا هو شنو الوضع لا شنو سبب الاستغاله هو طلع تصريحه سبب الاستغاله ان انا اتحمل مسؤوليه خروج المنتخب الاولمبي لذلك اقدم الاستغاثه لان اللاعبين عندهم اكثر من شيء النقاش اللي صار والانديه اللي طلبت طرح الثقه ما ادري او قال اللي قبل البطوله اللي صار اللي امر الجو ترى وكان عشان موضوع وموقف الاتحاد وياه ما سانده في شغل يا ابو سعود اي مدرب يختار مجموعه من اللاعبين اكيد
راح يكون في جمهور ينادي في اسامي معينه. نعم من عمر يا ابو احنا وبعدين وبعدين يعني ابو فواز لو جمهور اختيار لو جمهور ما يخالف انا عارف لكن من الاتحاد انا ادري عندي حتى الانديه نفسها اللي سجلت موقع علي يعني بس انا اعتقد ابو فواز مكسب اي باي مكان يكون متواجد فيه ابو فواز تدرج بالاداره كمشرف انا خابر هو صغير مراحل سنيه بعدين وصل له وصل عضو مجلس اداره بالاتحاد فالله يوفقك يا ابو فواز وانت تستاهل كل خير ومساعد يستاهل انه ياخذ فرصه والله يوفقك ان شاء الله. تغريده اخيره بس الظاهر اخونا محمد الكندري يمكن ما تابعني الحلقه اللي فاتت ولا شاف شنو الكلام اللي قلته بس هذا ما يمنع ان اعيد له نفس الكلام واعيد له نفس الموضوع بما انه هو يعني حاب يكرر هالموضوع اكثر من مره. اخونا محمد يقول الكتاب مرسل من اللجنه الاولمبيه الدوليه وبسعود ذكر انه من اللجنه السداسيه. حاط اثنين ان اللجنه الاولمبيه الكويتيه المعينه مهمتها الاشراف على انتخابات الانديه والاتحادات فقط حسب المهام التي اوكلتها اللجنه الاولمبيه لا حسب خارطه الطريق. يا اخوي محمد انا قلت الكلام وكلامي واضح. اولا الرد على النقطه مالت الكتاب يا اخي انت حاط صوره الكتاب وانت شايفه ايش كاتب اخر شيء السيد بيروميرو كاتب نيابه عن اللجنه الاشرافيه. هو حاليا السيد بيروميرو ترى صار مدير اللجنه الاولمبيه قبلها كان من لجنة القوانين ولجنة الحقوق والقوانين وهو من ضمن اللجنة السداسية ترى هو من ضمن اللجنة السداسية المشرفة على خارطة الطريق وكاتب نيابة عن اللجنة الإشرافية يعني الكتاب واضح. هذا واحد. اثنين ما اختلفنا أنا قاعد أقولك اللجنة السداسية تقول مهمة اللجنة الأولمبية فقط الإشراف على الانتخابات ووضع نظام أساسي والأمور هذه. اللجنة الأولمبية الكويتية ترى العكس يا أخوي أنا وضحت كلامي كل واحد لا رأي. اللجنة الأولمبية تقول إحنا يبقى لجنة منتخبة لجنة شرعية لم يتم حلنا لم يتم تشكيل لجنة مؤقتة فمن واجبنا أن نؤدي أعمالنا كاملة بدون أي نواقص وبشرط أن لا تخالف الميثاق الأولمبي. هذا كلام اللجنة الأولمبية الكويتية وهذا كلام اللجنة السداسية. لكن من ينصف في هذا الموضوع يا أخوي محمد إذا أنت منصف وتهمك الرياضة الكويتية روح اسأل ليش المحكمة الرياضية ما تباشر عملها؟ ليش من 2017 إلى الآن الرياضيين مو قادرين يلجؤون حق محكمة رياضية يروحون محكمة محلية يقولون والله احنا مالنا شغل ويروحون حق الكاس والكاس ما ترد عليهم ولا ما شو يسوون يعني رياضي. الحين مثلا الحين انت كرياضي او انا كرياضي ابي اشتكي على اللجنة الأولمبية الكويتية بشتكي يا اخي مو من حقها تحط انتخابات وتسوي انتخابات وين اروح؟ ليش ما تتكلم عن هالموضوع؟ ليش ما تقول اللي قاعد يتسببون في عرقلة هالوضع اللي معطلين عمل المحكمة الرياضية؟ بس المشكلة ان انتم تنظرون لجانب اخر ما تنظرون لجانب اخر للاسف يعني. خروح حق فاصل وبعدها سنعود. صباحكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم. مشكور اخونا عالمي يقول يسعد لي صباحك انا متابعينك والمعجبين بسلوب حوارك خصوصا مع الهلاليين والفار واحب اقول الف الف مبروك للجماهير العالميه وعقبال الدوري والكاس. مشكور يا اخوي عالمي. لا مو منصبين. شلون مو منصبين؟ من هما انت واللي قاعد يكلمك؟ وجهه نظر يا اخوي متصدر الحين ايش تبي يقول صدر لا على الحين متصدر لا تكلمني اسلوبك اسلوبك مع الهلاليه اسلوبك مع الهلاليه هذا شنو لا خله نبي الانصاف. الفار قاعد تحكي عن فار ما فار لا تحكي عن الفار احنا كم هدف لغى منه ما يبا الحين لا تدخل عادي احنا ما نتكلم الفار لكم احنا والله ما قلنا فار كم هدف لغى منه الفار من الهلال انت قول لي كم هدف ما ادري والله ما ادري انت هلالي وش انت انت بس الفار اللي على الهلال بس اللي مع الهلال حسب لك الفار هم ما تدري بحق ولا مو بحق تدري ولا ما تدري بحق ولا مو بحق. زين خلينا نروح حق اتصالات مشاهدينا بس قبل لا ايضا نروح حق اتصالات مشاهدينا يعني انا كنت اتمنى يوصل لنا خبر انتهاء مشكله اخونا احمد الرياحي من خلال هذه الحلقه لكن للاسف الى الان موضوع احمد الرياحي يعني ما ادري
متعلق عند الاخوان ومع الاخوان، ما ادري اذا ابو سالم واصل له موضوع او لا والله ما عندي خبر، ما عندي خبر عنه. طيب خل نتكلم عن القادسيه وبعدين ان شاء الله ندخل اتصالات عشان تكون شامله مع الكل. خساره القادسيه امام المالكيه، او خلينا ناخذ اتصالات جاهزه الاخوان يقولون. اخذ اخوي فهد، صبحك الله بالخير اخوي فهد. هلا بسعود، صبحك الله بالخير. حياك الله، صبحك الله بالنور. امسي عليك ومسي على الاخوان الموجودين عندك بالخير كلهم. حياك الله. بسعود، تدري شنو المشكله فيك بالذات عند لا. عند بعض الناس يعني ان برنامجك حيادي وياخذ الطرفين على حياديه، والشخص الحيادي طبعا دائما محارب عند بعض الاخوان. بسعود، تو احد القنوات انتقدوك انت شخصيا، انتقدوا عبد الرحمن موسى على كلام قاله ببرنامجك، انه يوم عبد الرحمن موسى قال عن نادي الكويت انا مستانس ان نادي الكويت طلع وما ادري شنو، مع ان احمد موسى اعتذر قدام فرج لهيب امسي عليه بالخير عندك، اعتذر بالبرنامج نهايه البرنامج. صحيح. وسعود، المشكله ان برنامجهم عندهم ناس محللين ومشكله صحفيين واعلاميين ضربوا نادي الغاسيه عندهم بالبرنامج، ولا واحد من مقدمين البرنامج انتقدوهم ولا قالوا ليش تقولون الكلام هذا يوم كانوا يقولون احنا نشجع الزمالك ضد الغاسيه ونشجع النادي الاهد اللبناني ضد الغاسيه، ما انتقدوهم، خلوا تجاهلوا ربعهم قاعد ينتقدون برنامج العداله، وقاعد يقولون ان برنامج العداله عبد العزيز عطيه ليش ما رد على احمد موسى، مع ان عبد العزيز عطيه انا اقولها عبد العزيز عطيه رد على احمد موسى وقال عبد الرحمن موسى نعم. وقال له قال ما يجوز الكلام هذا، وعبد الرحمن موسى قدم اعتذار حق فرج لهيب، فما له داعي انتم طالعون طيب. بعين واحده وتسكنون العين الثانيه. أوكي. اذا انتم تبون الحياديه خلوا الحياديه اول شيء برنامجكم انتم، بعدين تكلموا وتاخذوا البرامج طيب. الاخرى. مشكور يا اخوي فهد، اختلف معاك، الاخوان ان شاء الله موجوده عندهم الحياديه وان شاء الله هم منصفين في مثل هذه الامور، ومن حقهم يناقشون اي مثل ما احنا مرات نناقش اي موضوع يطرح في برامج اخرى، تصريحات تطرح في برامج اخرى، هم من حقهم ايضا يناقشون اي موضوع واي راي يطرح في البرنامج. اما اني ارد، اعتقد كان موجود اخوي صلاح مرزوق واخوي فرج لهيب تولوا الرد على هذا الموضوع والتعقيب على اخوي عبد الرحمن موسى، فصار الحوار بينهم. اما بيعتبون علي يمنون دليل يعني انا اول مره اشوف البرنامج يحط على يتابع برنامج، هذا دليل هذا من حق بالعكس، بس هذا نجاح، بالعكس نجاح لنا كلنا، احنا مرات بنتابعهم ونتابع اللي يطرح فيهم، بالعكس يعني بالعكس هذا نجاح حقنا كلنا، بالعكس. انت لما ذكرت يمكن اخوي احمد الفضلي واحمد في راي وراي اخر وفي نجاح، بالعكس هذا نجاح ونفتخر فيه ان في احد البرامج يتابعنا. نعم. بالعكس هذا فخر. طيب. يا جماعه مو كل متصل والله راح نتاخر. اخوي نشهد، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا ابو سعود، حياك الله على ضيوفك جميعا، وتحيه خاصه للكابتن راشد الديح ابو سعود. حياك الله متساوي طبعا. حياك الله. نقول طبعا مبروك للعميد فوز اليوم، وانا كقدساوي مبسوط وفرحان لفوز نادي الكويت، وهارد لك حق نادي القادسيه. طبعا موضوع ان يعني احد يشجع خصم خارجي ضد نادي كويتي في مباراه خارجيه، أنا عن نفسي يعني أشوفه شيء غير مقبول، وأعتبره يعني عيب حق أي إنسان. يعني أنا عن نفسي كمقيم مولود في هذا البلد، يعني لو أي نادي كويتي يلعب مباراة برا ولو تطلب الأمر أن نسافر نشجع لضرورة أن نسافر مباراة نهائية وكذي، على حسابي وأخذ إجازة وأروح أشجع النادي. يعني هذا أمر يعني النادي جزاك الله خير، دولة الكويت يا أبو سعود يعني. نعم. الأمر الثاني، نادي القادسية يا أبو سالم، إذا الوضع بيستمر كذي ومجلس الإدارة يعني قاعد يطالع، أنا ماني قايل مارين هذا سيء ومو زين وكذا وكذا، بس التبديلات اللي أمس هذه إنه يبدل باك يلعب باك شمال يلعب باليسرى يطلعه ويجيب واحد باك يلعب باليمين يحطه باك يسار، يعني تبديل عجيب غريب، يعني ما أدري شنو معناه. هل هذا التبديل طيب امر او بيعازم من احد من برا زعلان على خالد عشان الجول مثلا، ولا هل معقول مدرب يسوي كذي يا ابو سالم؟ اوكي، راح اناقش النقطه ان شاء الله مع ابو سالم. اخوي ناصر، صبحك الله بالخير. اخوي ناصر، صبحك الله بالخير، يعطيك العافيه اخوي. حياك الله يا اخوي.
ابي لحظه بس ما اخر قصات تلزم صراحه ثواني. شنو؟ تفضل. ابي تعقيبا على كلام الكابتن صلاح مرزوق. صلاح مرزوق احنا نحترمك ونقدرك بس ساس تشجيع ما تشجيع وهذا يعني حتى طلعت الناس من المله ما يصير كذي يعني دخلت شيء بشيء ومستحيل انت كابتن كبير وتقول هالكلام. هذا العتب الاول. العتب الثاني تكلم عن مباراه تراثيه يعني مع احترامي للماكيه ترى اللي خسرنا امس مجلس الاداره وثاني شيء مارين وبعض اللاعبين استمرار اللعب بالعب وعدم ايجاد الحلول هذه دمرت تراثيه. وابو سالم اتمنى الطالب محمد معرف بما انه الناطق باسم الاغاثيه حاليا اتمنى يسولف عن مستحقات الرياحي. انا والله لو اني من الرياحي اني اترك التدريب واقطع بس. طيب مشكور مشكور. فهد صبحك الله بالخير. صبحكم الله بالخير اخوي عبد العزيز لك جميع الاخوان اللي موجودين. حياك الله يا اخوان. حياك الله. طال عمرك. انا بس اخوي عبد العزيز ما عليك امر وارجو ان الاخوان ياخذون في سعه صدرهم يعني. بالنسبه انا عارض لك اقول حق القادسيه وقلت لك حق الكويت. انتم تدرون ان كل فريق هدفه اخوي عزيز انه ياخذ بطوله. نعم. في اللعب يلعب كره اساس ياخذ بطوله. نعم. تهميش البطولات ترى هذا خطا يحسب على الاخوان المحللين يعني. لما نقول انه مو مهمه او تشبعوا او ما يصير. بطوله الاسيويه اخوي عزيز تدري كم جائزتها؟ 1.5 مليون. صحيح. شلون مو مهمة؟ عبيد منور اخوي عرباوي احبك انا عسى الله يستر عليك وانا عرباوي. ما يصير تهمش بطولة. العنيزي المفروض هم تشجعون الشباب عليها. بعدين احنا البطولات هذه الواعيف ترى من هالاساس يطلعون حتى لو مهمة خلها تكون تجريبية لنا. فريقنا شفتوه. فنتمنى يعني انتم تدرون اخوي عبد العزيز معلش يعني ترى انتم اللي قاعد تقودون الرياضة. نعم. وما شاء الله عليكم من هالأعلى وعسى الله يوفقكم جميعا. طيب. ومشكورين. مشكور قصر. مشكور. وبالنهاية يا أخوي فهد ترى كل واحد له وجهة نظر كل واحد له رأي. بس عقب بسون. راح أترك التعقب. لا بس أنا أقصد يعني بوصل له إياه يعني يعني شيء طبيعي إنه في البرامج تصير وجهات نظر مختلفة. صحيح إنه والله الإعلام مهم ودور الإعلام مهم لكن في النهاية كل شخص يعبر عن رأيه ووجهة نظر. أخوي سالم صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور وسعد لي صباحكم جميعا. سعد لي صباحك. واخوانا المشاهدين بس مشاركه خفيفه لطيفه على السريع. تفضل. انا يعني انا خصوصا اتكلم عن مباراه قديمه الديربي بين النصر والهلال. نعم. بس تسمحوا لي ان شاء الله اني اتكلم فضل. فيها لان فضل. اليوم تم توزيع الجوائز الجوله 25. صحيح. هذا مدرب النصر وبرونو لكن حرم منها جمهور النصر. يعني هذا صراحه تقصد وشيء مؤلم ومؤسف. ان جمهور كبير مثل النصر يحرم من ان يكون جمهور الجوله. وبالاضافه الى ان سامي الجابر طبعا اللي حطينه هو اسطوره طبعا وجهه نظري يعني الشخصيه حطينا اسطوره سنتر 8 كاس عالم ومو محقق هداف الدوري الا مره واحده اسطوره يعني مصيبه. يعني ايش خله حق ميسي؟ ايش خله حق زيدان؟ ايش خله حق الناس حق رونالدو؟ واثنين بس حبيت ابلغكم بس معنى نسالف عن معنى الطاقيه. الطاقيه هي عباره عن القحفيه بالكويتي ومثبت انها ضاغطه على الراس فتهجم مخ تفكير الهلاليين. ويعطيك العافيه ابوي. فنتمنى يتخلصون من الطاقيه. ليش ما تقول النصراويين؟ لا نصراويين الحمد لله امورهم طيبه. ليش ما تقول انت ما يلبسون طاقيه يعني انت يعني اقول لك لا 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 تدري شنو تدري شنو قلت؟ انتم مشكلتكم تدعون المظلوميه. يعني جوله جمهور النصر هذا وانت فايز وانت فايز اخوي قاعد تقول جمهور النصر ليش ما اخذها هذه فيها اله هذه خليك لا هو رجان مو هو فايز هو متصدر هو متصدر لا رجان هو فايز هو فايز هو فايز قاعد يقول تضغطون الحين انت لو ما الطاقيه تضغط على راسكم كم ما تدعون المظلوميه لا اعطوا فرصه تفضل خذ راحتك ابي اقول لك شغله بكل امانه وبكل يعني شفافيه هل جمهور النصر اللي حضر استاد الملك فهد ما يستحق انه ياخذ نجمة طيب. ما طاح الجمهور لا لا بس ما عطوك ما عطوك تصيرون مظلومين شنو الثين شنو الثين سالم بشكل سريع تكفى امني شنو الثين انا بس بقول ايه شن انت قلت اثنين شنو اثنين
يعني النقطة الثانية شنو؟ اثنين النقطة الثانية هو يقول تسع نظم، احنا ما ادعينا المظلومية، احنا طلبنا الحق، الفار صدرهم وعطاهم فرق تسع نقاط، يوم تغيرت اللجنة وصار فيه يعني عدل شوف وين مركزهم. طيب. امس الاتفاق ظلم وخرج من كاس الملك بسبة غش. طيب فلذلك احنا نتمنى مشكور. مشكور يا ياسر، ننطر النهاية، ننطر النهاية. انا بس بوضح نقطة يعني عشان هم اكون منصف في بعض الامور. ان شاء الله في كل الامور، لكن في بعض الامور يعني ان شاء الله احاول اني اكون منصف في كل الامور، وكل بعض يختلف معاي في هذه النقطه، لكن احاول الانصاف دائما. ترى الاخوان يمكن ما اعطوا جمهور النصر الجائزه لان قبل اعلان عن الجوائز، اذا انت شايف القرارات لجنه الانضباط غرمت جمهور النصر وغرمت جمهور الهلال، فبالتالي من المنطق ما يصير لجنه الانضباط تغرم نادي النصر اعتقد 100,000 ريال او اذا ماني غلطان او 150,000 ريال بسبب التحذف اللي صار سواء من جمهور النصر او الجمهور الهلالي. مو من الانصاف انه والله، ولا من المنطق انه هني لجنه انضباط تغرم النصر والهلال بسبب الجمهور، وهني تقول والله نعطي جائزه افضل جمهور حق النصر او الهلال. بس صعبه بسعود، انا في نقطه قالها انا الومك فيها. شنو بعد؟ يعني يقول جمهور الهلال يضغط طاقيه على هذا تفسير، ما يصير عندهم مخ، هذه انت تفسر شكوى. المفروض انا شوف يعني الحين هذا تفسير، يعني انا اتكلم الحين عن جمهور تفسير طاقيه كذي النصر، واقول فقراويه واقول هذا ما تنحسب علي انت، المفروض انت ما يصير شاهد ما يصير تصل تغلط على شاهد جماهير تقول ما عندهم مخ. احنا صار لنا ساعه احنا الحين بالتفسير نعرف شنو موضوع الطاقيه. هذا موضوع بس هذا المفروض انت المفروض قاعد يغلط على جماهير هذا تفسيره جماهير تفسيره كذي يا ابن الحلال تفسيره كذي المفروض تقول له لا زين اشرح تفسيره زين روح اقول له انت فسرتها مساء اول حلقه انا فسرتها انا فسرتها بشيء زين قلت لك الهلال يفوز ويلبس طاقيه يحطها على الراس فسرتها بطريقه حلوه بطريقه ما تضر اي احد فكلمة هذه مخ نقدر احنا طيب. ننزل بالحوار ونروح حق الجماهير انا فسرتها بتفسير حلو محمد حلو ان الهلال قاعد يفوز ويلبس طاقيه عن الجمهور والله بس اصل انت المفروض اخوي نافع صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير حياك الله يا اخوي صبح عليك وعلى ضيوفك الكرام حياك الله واقول الف مبروك لنادي الكويت فوز اليوم مع اني قد ساوي وإن شاء الله منها الأعلى والتصدر المجموعة. أنا أحب أتكلم على مباراة القادسية أمس. أمس صراحة أول شيء أنا ودي أسأل بسالم. بسالم بشرنا عسى شالة ومارين. والله ربعنا ما وراه. خلص الموسم. إيش بقى علشان يشيلونا؟ ما بقى شيء. سالم الحين صدق مباراتنا مع كاظمة يوم الخميس والله أول مرة أخاف لأن اللاعبين صراحة لعبوا. مع احترام الفريق المالكي البحريني فريق عادي والله لو يباري نادي الساحل لا يفوز عليه بس ربعنا القادسية خسر من القادسية نفسهم لاعبين القادسية كانوا الأسوأ أول مباراة نشوفها لهم يعني على مستوى من سنين ما شفنا لاعبين القادسية كذي ومدرب زاد الطين بلة يا أخي احنا خلاص لمتى ليش نصير نفس المصريين زمني وزمن غيري يا اخي خلاص لاعبين كبار جزاكم الله خير كفيت ووفيت نافع خلاص نافع نعطينا نبي الجيل الجديد متى يطلع نشوف عزيز مروان اخوي نافع طيب اخوي نافع لحظه لا اخوي نافع ما عندي وقت والله يا ابو حسن ما يصير كل متصل يا اخوان عطنا وقت تكفى اخوي نافع صبح عليك بالخير هلا والله اخوي لا الساحل راح يفوز عليه بعد على المالكيه والله يفوز الساحل اي يعني بس انت كنك نزلت من قدر نادي الساحل ترى زينين اول مره يكونوا مو زينين انا اقول كنك نزلت من قدر نادي الساحل يا اخوي نافع لا والله لا العفو والله ما نزلت من قدر نادي الساحل ولا شيء بس طيب. ان فريق المالكيه فريق عادي جدا اوكي مشكور يا اخوي نافع هاني صبحك الله بالخير هلا صبحك الله بالخير صبحك الله لو سمحت قل للمتصدر حياك الله يا متصدر الله يعطيكم العافيه اول شيء اقول حارس ذكر الكابتن فرج لهيب لان امس انظلم نادي الاتفاق وما عليش يا كابتن فرج يعني قلناها انظلم ايه يعني ما يقدر يعني يطيح من الصداره ويخرج من بطوله ورا بعد ضربتين في الراس توجع صح يا سلام ايه فبخصوص كلمه طاقيه انا زي التفسير الصحيح لها هو في بدايات انفصال نادي الهلال عن نادي الشباب
كان لعب مباراة الهلال والشباب ولبسوا لاعبين الهلال طواقي عشان يفرق بين فريقين بس يعني لا أكثر ولا أقل. صدق والله المعلومة؟ إيه معلومة أبحث عنها يعني. صحيح. لا أحلف أحلف فاني. الله العظيم مكتوب أدخل تويتر تلقاها يا أخي. أحلف 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 مكتوبة مذكورة. زين هاني هاني مكتوبة. الطاقية شيء زين ولا مو زين؟ يا عزيزي زين ولا مو زين هذا سؤال لك شيء زين ولا مو زين فيه زين هادي ما في رجال تعمل هذا الصديق بس طاقية يعني يعني هي معلوقة ولا شيء تقراوية عادي يصير أقول لك الطاقية يعني ما يصير ولا يصير طيب لحظة يصير أقول لابس طاقية طاقية لابس الحين أنت قلت فقراوية إيش تقصد فقراوية أي فقراوية أنت قلت انا ما قلت فقراويه يصير احنا اذا قال ماكو مخ نصير فقراويه ونخليها جمهور جمهور هني ما الموضوع شوف احنا لما يعني نمزح مع بعض ما نجرد احد من عقله او مخه صح جزاك الله خير يعني يعني لا تنضغط وتتسرع وتقول فقراويه لا 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 والله اخوي سالم لا لا مو كذي مو كذي الموضوع لما قال مخ قلت انا يصير هاني يصير احنا نقول فقراويه والرد وكذي قاعد اقول مثل احنا ما في تصغير حق جمهور الهلال احنا نقدر نصقر من جمهور النصر طيب. بس احنا مو كذي يا عزيزي مشكور يا اخوي هاني مشكور خلينا ننتقل حق مباراه القادسيه والمالكيه ابو سالم يعني سبب الخساره مارين لاعبين احنا عملنا بس عشان يعني اعطيت الاستفتاء حقه من يتحمل خسارة فريق القادسية مجلس الإدارة محملين أغلب المصوتين 36% المدرب 25% اللاعبين 24% جمهور الفريق 15% بس التوضيح ترى احنا حطينا اسم جمهور الفريق أو جمهور الفريق لأن البعض صراحة يرى بأن الجمهور مقصر عدم حضور الجمهور يعني او حضور الجمهور مثل ما انتم عارفين يكون حافز داعم ربما يكون بعض الاحيان رقم واحد للفريق بعض الاحيان يكون رقم 12 فكل يعني كل مجموعه ترى لها رقم مؤثر بالنسبه للفريق فاليوم جمهور القادسيه غيابه كان له دور رئيسي حسب ما يرون البعض في خساره الفريق هذا البعض طبعا يعني انت ابو سالم منو يتحمل الخساره شوف احنا لا يمكن نقول ان المدرب يتحمل الخساره لا يمكن نقول اللاعبين يتحمل الكل يتحمل الخساره حتى مجلس الاداره مجلس الاداره اخطا في طريقه جلب المحترفين هذا من البدايه انا اعتقد ان مارين اخطا عنده اخطاء فنيه هذا شيء واضح للكل لكن مارين ما اعطوا يعني الفرصه الحقيقيه انه يختار او خلنا نقول انا ما ادري يعني هذا شيء قامض بالنسبه لنا انه هو اللي اختار اللاعبين ولا مجلس الإدارة هذا شيء قام الصراحة حقيقة لكن أنا لاعبين شنو لاعبين محترفين محترفين أتكلم عنه لكن شوف سوء اختيار بالنسبة لمارين هو الآن يطالب في أحمد رياحي إنه يكون موجود من ضمن الليستة وهو اللي شايله من الليستة الآسيوية نتكلم أبو سعود شوف الخسارة ما في فريق ما يخسر كل الفرق تخسر تيك لكن المشكلة وين المشكلة إن إذا أنت فقدت قوتك فقدت قوتك اليوم أنت تتكلم عن نادي القادسية عنده مشكلة كبيرة إنه يوصل مرمى الخصم وهذا شيء إحنا ما تعودناه بنادي القادسية عندنا بدر مطوع عندنا يوسف ناصر عندنا لاعبين مميزين شلون إحنا ما نوصل مرمى الخصم يعني أمس إحنا ذي الدقيقة 40 الكرة معنا صحيح لكن ما وصلنا جول المالكية نفس الشيء لعبة النصر في الدقيقة 100 خالد بالكاس خالد الرشيدي يصنع الهدف حق يوسف ناصر يعني من حارس إلى رأس حربة فإحنا عندنا مشكلة بسعود شنو الصوت هذا نعم كرسي صوت كرسي فإحنا عندنا مشكلة بالفريق إن إحنا ما عاد نوصل ما كنا مو مثل أول القادسية يلعب ربع ساعة 10 دقائق تلقاه مضيع كرتين ثلاث ما عندنا هجمة بعد هي صناع اللعب هي مشكلة وين صناعة اللعب كان بدر موجود بدر الآن ما هو بدر الأولي بدر الآن يعني هذا نجم كبير وأنا بالنسبة لي أشوفه نجم نفس جاسم وفيصل أسطورة حقيقة يعني لكن بدر الآن في آخر أيام في كرة القدم لا يمكن أبو حسن إنه يعطيك يعني نعم لا يمكن إنه يعطيك يعني بدر ترى يعني بدر أمانة
وأنا واحد من المدربين اللي يظهرك. نعم يظهرك نعم. أنك أنت مدرب. صحيح. ليش؟ لأنه عنده بالملعب عنده إمكانيات رهيبة حقيقة. لكن لما تي الآن بدر ما هو بدر، فبالتالي وين البديل؟ مو أنا ما أقصد أن تشيل بدر وتحط واحد مكانه، أقصد وين البديل اللي ممكن ينهض بالفريق. اليوم لما تكلم عن عن القادسية، كان بالسابق كان في موجود عزيز المشعان، كان موجود سيف الحشان، كان موجود أحمد زنكي، كان محمد الفهد، في لاعبين واحد ضد واحد تخترق وتمشي والكرة تمشي معاك وتوصل لمرمى الخصم. الآن من عندك عنده واحد ضد واحد يمكن ماضي. بدر، وبدر ما عاد بدر الأولي يوسف. لكن لا، يوسف ما هو لاعب يعني مهاري هو رأس حربة. أنا أقصد على الأطراف على أساس الكرات. أنت بس يوسف عشان كاظم قبل. طيب زين شيء عشان بروحك فاصل أنا عشان باخذ الإخوان بعدين. حمد راح يجيك والله. عندي فاصل والله بعد الفاصل. تبي تضيف شيء بسالم على المباراة؟ لأن عندي فاصل. أنا والله شو عشان بروحك الإخوان. لا خلص روح. لا تبي تضيف شيء عشان لما أجي راح أروح حق. خلاص طيب أروح لفاصل وبعدها سعود. حياكم الله ويانا ابو محمد. شو تقول عن خساره القادسيه؟ المشكله انها من صاحب المركز الاخير في الدوري البحريني. احنا نقول هار لك حق نادي القادسيه وحق ادارته وحق جمهوره. القادسيه بسعود بهالمباراه لو يلعب يومين يمكن ما راح يسجل، لانه ما في حلول. انت في مباراه تقول انت مو بيومك، هذه فعلا المباراه انت مو بيومك، انت مو مسيطر. انت مسيطر على المباراة بس مو قاعد نفس ما قال ابو سالم، مو قاعد توصل للمرمى. يمكن وصلت بهجمه وفي كره، في كره بالعارضه، بس ما في فعاليه تقول هذا الفريق يبي يسجل. يعني يطلع لك يمكن حتى ضربه الجزاء كانت برا خط ال 18. طيب كانت فاول، ما كانت داخل. نعم. داخل ال 18. نتمنى بس اداره وجهاز الإداري يقعد مع المدرب. في أخطاء كثيرة من المدرب مو قاعد يستغلها نادي القادسية بالذات مع المدرب. المدرب وايد عليه ملاحظات بسعود. يعني المدرب بالكويت نقول إنه خواف. أنت تملك عناصر بنادي القادسية منتخب، بس المدرب مارين مع القادسية خواف. يعني هاجم، في بدلة عندك بسالم، في موجودين، عط فرصة. في ناس صغار، عزيز مروي عطهم الفرصة اللي يثبتون. نفس اليوم نادي الكويت عطى شاهين الخميس فرصة، عط الصغار فرصة. طيب بو لهيب مسعود، شوف أنا يمكن ما ربع هني تكلموا عن موضوع القادسية، بس من وجهة نظري أنا أشوفها فنية. يمكن كان بالمباراة يمكن بسعود نشوف إنه في إرهاق من بعض اللاعبين، عدم تركيز في الدفاع وبالهجوم. لما يقول لك انه فني حتى بالتشكيله، يمكن شاف التشكيله ابو سالم، يمكن ضاري سعيد صار فتره ما شارك وشارك مباراه نفس هذه، كان محتاج فيها يمكن الفوز عشان يكون مرتاح اكثر بالمجموعه. المجمد سعود المجمد صار فتره ما شارك، يمكن شارك اخر لعبه مع بالكاس الاتحاد ولعب في كاس لا كان بس باستمرار كان قاعد يلعب على بالقلبين، اتوقع هو هداف البطوله. اي بس بس انه مو يقصد انه خاصه بخط الدفاع لما يكون استمرار خالد ابراهيم تكلم فهد ولا سعود؟ كلمك لا سعود، لا الدفاع فهد سعود. اي تلخبط. طيب هذا الشيء بسعود، لكن كجهاز انا اشوف الجهاز الفني وهو السبب اللي قاعد يمر في القادسيه. حتى المداوره اللي قاعد يسويها خاطئه بسعود. يعني ما عنده ايضا الحلول اللي قاعد نشوفها. في لاعبين كان المفروض يشاركون ما اشركوا. ابو حسن هارد لك النادي القادسيه. نادي القادسيه يعني نعم مدرب مارين ما يعني الموسم كامل يعني ما توفق، يمكن استثناء مباراتين. أنا بوجهة نظري يعني مارين يخطب كل تشكيلة يبدأ فيها، أغلب المباريات اللي يبدأ فيها يبدأ بلاعبين يعني تشكيلته غلط باختيار اللاعبين، ما قدم مستوى مطلوب بغض النظر المالكية. يعني الفريق الأخير بالدوري، لكن هم بعد المالكية عنده طموح إنه يفوز على فريق مثل القادسية مثل ما قال المدرب.
وهذا يعني بحد ذاته بطولة. قالها المدرب المالكية قاله إن إحنا فوزنا على القادسية بحد ذاته صحيح. يعني فخر وبطولة توقع صحيح. اللي قال هذا فحق مشروع إن المالكية يفوز، لكن القادسية أنا بوجهة نظري يعني بغض النظر عن مارين، بغض النظر عن مجلس إدارة، بغض النظر عن جهاز الإداري، اللاعبين خلينا نكون واقعين، من أفضل لاعبين الكويت بعشرين سنة الماضية يعني لعبة نادي القادسية. نادي القادسية لعبة دوليين، عندهم مشاركات دولية كثيرة، يعني احتكاك خارجي، بطولات ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أقل واحد يمكن عنده خمس ست بطولات. فأتوقع أن المستوى المتذبذب اللي مر فيه لعبة القادسية خاصة اللاعبين الدوليين يعني أنت قاعد تحمل اللاعبين مسؤول. شوف لا أنا هو شوف أن الواحد لما يخسر ما يصير، أنا مثل ما قال أبو سالم ما يصير أنا أقول لك مثلا والله المدرب لا لا أنت تعطي نسبة نسبة. أنا أقول لك كل واحد كل يعني لاعبين، جهاز إداري، جهاز فني، مجلس إدارة، كلهم يتحملون خسارة، لكن أنا قاعد أقول لك نوعية لاعبين قادسية. نعم خلك واقعي. شيء زي بالقادسية تدري شنو استمرار يوسف ناصر بالتسجيل. نعم. أنا قاعد أقول لك الشيء المستغرب يعني، وأنا أعرفهم أكيد الكباتن كلهم يعرفون. نعم. لعبة نادي قادسية لعبة نادي قادسية أنتم لاعبين دوليين ما شاء الله عليكم، يعني بطولات كل واحد أوكي حتى لو دول يعني أدري خل بس خل خلص نقطة أبو حسن. أنا أنت أنا يعني أنت تحمل لاعبين ما أنت ترجع وتقول لاعبين حمل جزء أقول لك أكيد تحملون. أنا إيش قاعد أقول لك كل يتحمل يتحمل. أنا قاعد أقول لك يتحمل هذا نسبة اللاعب. نعم. الجهاز الفني أنا قاعد أقول لك يعني مثلا الشباب يو على مارين كله مارين. أنا قاعد أقول لك أنت جيت على اللاعبين. أنا قاعد أقول لك مارين عنده أخطاء نعم من بداية الموسم طيب، لكن أنا قاعد أقول لك لاعب النادي القادسية بالعكس يعني أنا أعترف إن من أفضل لاعبين الكويت لاعبين 15 نعم. لاعب النادي القادسية طيب. مو معقولة المستوى اللي قاعد يصير بالسنة هذه يمكن بعد هم بعد بعض مباريات الموسم الماضي طيب. سعود طيب. والله أدرد بس على بسيط على المتصلين أكثر المتصلين بسعود حتى بتويتر يتكلمون عن اللاعبين الكبار بالقادسية اللي كفيت ووفيت يعني خلكم واضحين تقصدون مثل بدر مطوع صالح الشيخ يا جماعة يعني بدر مطوع أنت كلام على أسطورة القادسية أبو سالم نتكلم على صالح الشيخ اللي يمكن يعتبر عميد اللاعبين حاليا اكثر من حقق بطولات صح يا جماعه المتوصل بالسابق بالسابق كانوا يشيلون فريق لكن بهالعمر الحين يحتاجون من يساعدهم نعم طيب. نعم هذا قاعد نقوله لا تحملون بدر وتقول والله كفيت وفيت او تقطون النغزات قول بدر وخر بس بدر يحتاج لاعبين يساعدونه في وصل عمر معين وصل عمر بدر بس ما زال يساعد الفريق وما زال يساعد الفريق بدر وصل عمر انه لازم في اثنين ثلاثه يساعدوني ما يصير 10 سنين انا شايل نادي قادسية مع احترامي اللاعبين الثانيين لكن بدر خلاص المفروض واحد يشيله يعني طيب. واحد يساعد بدر ما يصير صالح الشيخ كم عمره بس بدر مواليده 35 انت اليوم منو بدر لا 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 34 85 شهر واحد انا 36 انت اللي هو 35 انت اليوم 34 يعني 34 قاعد تقول 34 موضوعين يا اخوان قاعد تقول الموضوع احنا نتكلم عن المدرب لو بتشوف السي في ماله مع نادي القادسية ترى يمكن خسر ثلاث لعبات او اربع لعبات فقط لا غير لكن مو هذا طموح نادي القادسية هذا المدرب أوه. ليش لان في انت عندك لاعبين كبار امثال بدر امثال صالح الشيخ في مدرب خذ السوبر طيرته سمع توظيف الحين صار الحين صار منو اللي خذينا شنو من اللي طير السوبر من اللي ما حط طير السوبر كل قال مدرب زين ما حط طير زين خلا سكر اول مره يا اخوان ترى عندي كم تغرير لا ما يؤخذ في احد الاخوان ترى طلب منك توضيح التغييرات اللي تمت شوف ما يؤخذ على مارين انا اعتقد الخطا الواضح اللي عليه انه قاعد يزج بلاعبين ما لهم اي داعي انه يكونوا متواجدين اعطيك اسم اللي هو اكسل ماي اللعبة أمس دش الملعب وطلع والحمد لله ماكو ولا أي أثر له ولا كنا بدل ولا كنا لعب ولا شارك بالملعب أنا أعتقد مارين عليه إنه يركز على لاعبين يفيدون القادسية مو يعني مو أكسل ماي مو في لاعبين يحطهم يلعبهم خلاص وهذه المشكلة الكبيرة بالنسبة لبدر وصالح الشيخ مثل ما ذكرت عبد العزيز أنا أعتقد من الإجحاف أن أحد يقول عن صالح الشيخ كلاعب
ويعني صالح الآن ما هو صالح الأولي، صالح قبل كان أحسن لاعب في وسط الملعب، لكن العمر لا حكمه. وبدر نفس الشيء، بدر أسطورة ولا يمكن نقول غير هالكلمة عنه، لكن الآن حتى المدرب قاعد يساعدهم. يعني بدر يحتاج لاعبين إسراع، إذا احنا فقدت عامل السرعة بالفريق أنت تحتاج إسراع. لا يمكن الاستغناء. شوف محمد شلهوب بنفس عمر بدر، وشوفوا شلون مدرب محتاجه كقائد برا ملعب، وفي مباراة كان ينزل شلهوب كان ينزل احترام لك. لا بدر القياديه بدر قائد حاليا، بدر قائد ادري ادري. الشلهوب لا تقارن، لا تقارن لاعب محترف بلعب هاوي. ما اتكلمك على العمر، العمر على حتى على العمر القياديه العمر العمر زين. شال اختصار خلص مسالم نقطته عشان اجيكم. شال اختصار شيء مسالم. لا انا اقول ان فريق الغادسيه الآن للحين في هو داخل البطولة ما خرج منها، وعنده ثلاث مباريات. عنده المباراة القوية اللي هي العهد. أوكي. العهد على أرضه. وعلى أرضه. طيب. أنا أعتقد المالكية حتى لو نروح لهم راح نفوز، وراح نفوز بنسبة أهداف أكثر. طيب. شنو بتضيفونه شباب عشان بسكر الموضوع؟ بعقب على أخوي فهد، أتوقع فهد عايد المتصل. إيه اللي تكلم عن موضوع البطولة. نعم. أنا ما قلت إن البطولة مو مهمة. أنا قاعد أقول مستوى البطولة مع احترامي الشديد للفرق المشاركين فيها، القادسية والكويت يفوقونهم، يعني مستوى عالي جدا، فرق كبير. ولكن أنا كلاعب، أنا كلاعب. لا هو ليش زعلان فهد؟ في ناس وايد تقول هذا بطولة مطموح. أدري أنت قلت وش المشكلة؟ لا 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 أنت قلت بطولة تنشيطية. لا 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 ما قلت بطولة تنشيطية. بلا قلت. لا والله ما قلت بطولة تنشيطية. لا لا أنا قاعد أقولك أنا. الإخوان قالوا لي إنك قلت. لا لا أنا كلاعب، أنا كلاعب. إذا أنا كلاعب قاعد أقولك أنا إذا في بطولة مبلغ صاحب المركز الأول مبلغ عالي، حتى لو مستواها مثلاً او يعني مستواها ضعيف، اكيد اني بطمح له. بس انا شنو قاعد اقول؟ انا قاعد اقول البطوله الفرق مع احترامي لهم القادسيه والكويت افضل منهم. المفروض طيب. يعني انا بتكلم عن موضوع عبد الرحمن موسى بشكل سريع. يا جماعه والله سكرنا يا اخي موجود زين قبل رايه الموضوع قبل رايه الحين ناس وايد قالوا والله بقول بالنهايه انا هنيك كنت موجود، وهذا يمكن راي عبد الرحمن موسى واختلف معاه بالنهايه وجهه نظره. بعدين عبد الرحمن ترى اعتذر بسعود، يعني اعتذر بالنهايه. ليش نكبر الموضوع؟ ليش يصير التعصب بهالدرجه؟ يعني ترى موضوع عادي، واعتذر عبد الرحمن موسى بس انت الموضوع زين. بسعود لحظه بسعود يا جماعه والله ثواني بس لحظه. شنو نسينا 2013 احنا البطوله العربيه، نهائي البطوله العربيه ايش في احنا بالنهايه مع المغرب او الجزائر مع الجزائر على ارض الجزائر. نعم على ارض الجزائر وبين ارض وبين جمهور 3-2 وكانوا في لاعبين مثلا رياضيين وجمهور استانسوا ان فريق الجزائري فاز. لا مستحيل يا جماعه كلمك عن نفسي ما اشوف غير فرج. انا ما وجهت الكلام لك، انا قاعد اقول بعض الرياضيين صح. شوف لكن شنو هم لحظه بسام هو شنو كلامهم؟ هو شنو تبريرهم؟ يعني هو تبريرهم انه فريق كويتي. انا اشجع شنو؟ منتخب الكويت صح. بس خلنا انا تناقشت مع كذا واحد قلت يبا احنا فريق العربي الكويتي ليش ما تشجعني؟ يقولك لا انت فريق تظل فريق يعني فريق عندك محترفين حسن لكن منتخب كله كويتيين محليا عادي من الخساره منالي بس خارجيا قاعد تمثل الدوله. يا ابو عزوز انا هذا كلامي. انا قاعد اقول لك شخص نعم. مع الفريق بالجزائر خلصنا خسرنا بفريق الجزائري اللي صور واللي كتب واللي قال واللي بس هو شو طيب. يضر رايه. انا ما بس ما اخونه واقول له انت خايم. يضر رايه. انا وجهه نظري اي فريق كويتي يلعب يمثل الكويت بطوله خارجيه انا اشجعه. طيب يا جماعه طيب بسكر الموضوع. محمد عندي تقرير انا بس عشان لا حد يفهم ابو عزوز. انا لما اقول لا نقارن المطوع مع شلهوب كون شلهوب محترف تمرين صبح عصر. انا كلمك على العمر. العمر اي حتى العمر لما تمرن انت بعمرك كبير تمرن صبح وعصر راح تأدي. ابو محمد ما يلعبون لكن بدر مسكين يروح يسافر يرد ثاني يوم يلعب مباراه. لا محمد شلهوب يلعب اخر 10 دقائق ما بدر ما شاء الله كله اساسي. ادري بس تفرق انه لما ينزل شو يسوي؟ شو يسوي؟ غير النتيجه. هذا اللي اقصده. يبي بدر غير شكل الفريق نفس ما قال ابو سالم. يحتاج حتى المدرب يعرف متى يوظف بدر. هذا يبي له تمرين صبح عصر يبي له ونقطه. ابو محمد والله ما خلص والله ما خلص. ابى اروح حق موضوع الاخوان زودوني بفيديو. هي يعني مباراه مفترض انها تكون مفترض مباراه هامه في دوري تحت 20 تحت 20 20
الكويت والساحل. طبعا منافسه شرسه بين الكويت والساحل والقادسيه. انا ما راح اتكلم عن قرار الحكم جول مو جول اللي لغوه من الساحل، لكن انا بتكلم عن نقطه تنظيميه. يعني لو نشوف اللقطه الان، يعني مباراه هامه وحساسه ومصيريه، ما في حكم رابع. الحكم المراقب هو اللي يرفع، مو يرفع، كان زين يرفع، شوف ايده يقول يسأل الحكم كم، هذا تفضل، هذه بطوله يعني تحت الاتحاد الكويتي ونظم الاتحاد الكويتي، ومباراه يعني مو تقول مراحل سنيه صغار، مباراه مستقبل فريق دوري 20، دوري 20. هذا الهدف اللي 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 لغى هدف التعادل المفروض الساحل، وراها صارت ضجه طبعا بخصوص انطرد لاعب من الساحل. عموما انا بشوف لقطه الجول مو واضحه. انا ما ادري الاخوان حاولوا صراحه، يمكن لا تصوير انا قصدي انه يسوون زوم على اللقطه عيدها بالبطيء. لكن انا اللي بوصل له ان اليوم هذا دوري المفروض انه هو هذا الدوري اللي اخذنا منه لاعبين حق المنتخب الاولمبي. اذا هذا تنظيم يا شيخ احمد، انا ما ادري تحقق في هذا الموضوع ما تحقق ما ادري، لكن اذا هذا دوري المفترض تاخذ منه لاعبين حق المنتخب الاولمبي عشان نوصل فيه الاولمبيات، اذا كذي التنظيم طبيعي ما راح نوصل ولا راح نتأهل ولا الفريق الاول 20 سنه، هذا 21 سنه خلاص. يعني مباراه لا الملعب فيه ساعه شغاله، لا الحكم الرابع موجود يرفع، زي ايش دراهم كم دقيقه اللاعبين، ايش دراهم كم دقيقه، كم باجي يشر بيده سوي كذي اربع اربع سوي كذي بيده، شو المشكله؟ هذا مراقب مباراه، ادري انا عارف. زين خلينا نشوف الجول. ما الاخوان يقولون الجول هو سبب الـ 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 يعني هم الحكم طبعا اخونا عمار اشكناني استكمال الحكم. شوف المشكله مو واضح والله، ما صالح يقول هذا تبين كاهي يا جماعه، عيد بالبطيء، عيد يا ليت تعيدونه بالبطيء، ما في بطيء. صالح يا صالح، صالح محمد، لا 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 تقول الموضوع عيد محمد، عيد الجول وشوف جميع اللاعبين. محمد انت الحين قاعد تقول، الحين تقول واضح، كلنا نقول مو واضح، انت الواحد قاعد عشان بس لا والله مخرجنا يقدر يحطها ببطيء، طق اللاعب دشت جول، طق شلون شفتها انت؟ اوكي شلون شفتها؟ اوكي طق يا جماعه، طق ليش لغان؟ زين ليش لغان؟ ما ندري، احنا قاعد نقول فاول، يقول فاول، احنا قاعد نقول القاطه، شوف القص لاعب ساحه، شوف القص هذه مبين انها جول، مبين انها جول، اي جول، طقها اللاعب براسه، راح لا هي جول بس هو حطها فاول، حطها فاول ليش؟ قص اللاعب طق براسه، شوف الحين شوف يا جماعه، شوفوها خلكم عقالين، شوف القص اللي عند البنتي، شوف اللي عند البنتي، شوف القص القص القص، طقها طقها الحارس، الحارس هو لاعب الكويت، ليش فاول؟ يلا ابي انت ابي رايك انت، والله مو واضحه معي ابو سالم، فرق مو واضحه، مو واضحه بعد الريال، شوف واضحه معي، مو واضحه، مو شايفه واضحه. انت حاضر المباراه؟ في اكثر من حاضر المباراه؟ اي حاضرها. لا لا صالح في اكثر من لقطه، والله العظيم ما لي عاده، هم المحلل ما ادري كويس بس مو واضحه والله. لا لا فاليوم والهدف صحيح، هدف واضح، انا قاعد اقول لك لكن تبقى وجهه نظر، خلينا نشوف مره ثانيه يا اخوان، خلينا نشوف مره ثانيه، حتى خلينا نشوف مخرجنا ما عليك، بس ما نعرف شنو ليش الغلط، احنا نبي نعرف ليش. شوف شوف ابو حسن، شوف جميع اللاعبين، شوفهم، لاحظ لاحظ، شايف، شوف انت، شوف اللاعب القاص اللي طق الكره اللي سجل الهدف، شوف انا اتوقع انه حاسبه فاول، بس الحارس هو اللي طق المدافع مال الكويت، يا بلنتي يا جول، شوف اللي حط الكره قدام الحارس، ما عنده حد، الحين لعبت الكره، الحارس ما وصل، شوف ما وصل، شوف راحت الكره، طقها راسه ولا لا طقها، شوف ما في شيء، 100% ترى اليوم التعادل نفس النقاط، القادسيه والكويت، التعادل يفرق نقطتين القادسيه، لو متعادل اخر جوله، هذه في بعد جوله، لو متعادل محمد كل موضوع عشان هذا الكويت هذا بالذات، يا ابو شكو هذا الفوز عادي، قاعد تكلم هذا عشان انا احد الاخوان قاعد تكلم جول، مو واضحه يا محمد والله، تكلم جول ولا مو جول؟ انا شوف مخرجنا بس، شوف جول ولا مو جول؟ انا بعرف بس شنو مخرجنا واصل، شوف شفته؟ طقها الحارس جول، شو هو اللي طقها بايده مثلا؟ بايده ما ندري مو هذا موضوع، انا يعني ما ندري، مو واضحه عشان شو اقول لك، مو واضحه، لو جول اقول لك جول بس مو واضحه، هو ما تدري بيده، اذا ملامسها بيده جول، مخرجنا مع الكاميرا خالد، ممكن تخلي الفيديو بس على الهواء، انا عيده مو مشكله، خلص ما قال، لا اذا مو بيده جول صحيح، خلها على الهواء، يا جول يا بلنتي، شوفها يمكن انه في احتكاك مع الحارس، ماكو لا ماكو ما شوف القص، شفته روح طقها الحارس طقها نفس ما قال ابو حسن، اتوقع بيده، اذا مو بيده جول صحيح، لانه ما في شيء،
كذي قدامنا ما في شيء بس ممكن تكون بيده الحين توك تقول مو واضح الحين قدامك ما في شيء اقصد ان بدون او ما رفعت ما في خالد عندك مشكله بالصوره لما تخليها على هوا ما في شيء وانت تقول دشت الكره دشت قبل لا حلو معناته يمكن بيده بس هذا يمكن بيده مو متاكد انا والله ترى بالهذا مو مبين انه بالبينه بس مو مبينه قاعد اقول هو شوف قصه اللاعب والجنب ما في ولا شيء ما في احتكاك ولا شيء احتكاك بس يمكن اي بالايد واضحه شوفها انا عندي واضحه مبينه بالايد ما تبين بالايد ما تبين ما راح تشوفها شيء بالايد يا جماعه كان الكره براسه والله ما تدري ميسي قول حسبوها ايش يمكن بيده واشكره كاهي كره براسه مارادونا قال واضحه يعني حكم عمار اشكناني اعتقد حكم دولي يعني لو قريب هو قطوف عليه واضحه طقها براسه يعني مستحيل بيده يا جماعه ايش فيكم بيده مستحيل هالقوه هالقوه الدش ممكن يكون لاعب ذكي ايش فيك ذكي طقها بهالقوه شافه بيده يعني طقها بوكس وشاف الحكم اذا رايح اذا طقها بوكس اي لكن كاي براسه شوف انت ابو محمد يعني ايده تحت تحسسني انت واقف وياه زين احنا ناخذ راي الاخوان اتصال من اداري الفريق الساحل 20 ساحل يقول جول اكيد لا شنو سبب شنو قال له سبب ما ادري انه بيقول جول اكيد لو مو قال راح يقول جول اكيد بس قاعد اقول يمكن قال قبل كره لا ما في الكره دشت اوكي يعني هني ممكن يكون لمس اليد اقول لك يمكن أي. يمكن طيب ما يرى ايده تحت مو واضحه والله طلعوا ايده طيب لا ما تبين اليد انها تحت ولا ايد اللاعب شوفوها يا جماعه يعني عموما هو هذه اللقطه اعتقد هذه اللقطه هي رساله واضحه للاخوان في الاتحاد او في لجنه الحكام ان دور الثمانيه اعتقد لكأس سمو الامير بحاجه الى الفار نحط مباراتين انت حاط مباراتين بيوم مباراتين بيوم خلهم على ملعب واحد خلهم على استاد جابر يقدر استاد جابر يشيل مباراتين ورا بعض مع تقنية الفار منعا للقيل والقال ومنعا لأي يعني أمر آخر سعود احنا سوفنا على الجول نسينا الحكم الرابع موجود اللاعب يشيري يبدل هذا الكارثة بسعود لمتى نكون جاي أقول هذا التنظيم كذي لاعب يقول حق لاعب تحت 20 ينادي اللاعب الثاني يقول تعال بدل هذا جريمة عموما احنا دائما وهذه أكررها للمرة يمكن الألف احنا أي نادي ونتمنى يعني هذا الأمر الآن نشوفه مع العربي نتمنى نشوفه في القادسية الإخوان وأنا أعرف أخوي محمد رضا معرفي رجل لا علاقاته مع الشركات مع الرعاة أتمنى يعني يتفق مع الشركات تدعم الفريق تكافئ اللاعبين أي نادي آخر أيضا من الأربعة عشر نادي أو حتى أندية الثمانية الجاية أندية الدرجة الأولى تتفق مع راعي مع شركة إحنا ترى متعاونين دائما مع الإخوان في تكريم اللاعبين لأن هالأمر بالنهاية يصب لمصلحة اللاعب ومصلحة رياضتنا من هذا المنطلق الإخوان نحن في شركة ووشر البريطانية أعلنوا دعمهم للنادي العربي وأعلنوا عن تقديم مكافأة وأعتقد يمكن آتت ثمارها مع الفوز اللي حققوه على نادي التضامن وتم اختيار ثلاث لاعبين حسين الموسوي محمد فريح المقصيد. وعلي مقصيد خلينا نشوف التكريم اللي تم اليوم قبل بداية التدريب بحضور طبعا ممثل عن الشركة وبحضور أيضا المكرمين خلينا نشوف التقرير مع أخونا فواز صلاح شركة ووشر راح تخصص ميزانية مخصصة للفريق الأول والموسم الجاي بإذن الله همن في شيء وإن شاء الله الدعم ما راح يتوقف إن شاء الله فنبيكم شدون حيلكم في كل مباراة عشان النادي العربي والشعار هذا بإذن الله إن شاء الله يا رب ويعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في كل مباراة تفوزون الله يعطيك العافية احب ابارك لاداره النادي العربي واللاعبين بخصوص الفوز الاخير وان شاء الله شركه ووشر البريطانيه راح تدعم الفريق في كاس الامير من كل مباراه الى مباراه وان شاء الله الفريق يحقق البطوله والشركه مخصصه ميزانيه حق بطوله كاس الامير وان شاء الله نتمنى ان مجلس اداره النادي العربي ان يتعاون مع الشركه البريطانيه ان شاء الله لكي ان شاء الله النادي العربي يرد حق الالقاب من جديد وترد الزعامة حق النادي العربي وإن شاء الله الموسم الجاي الإخوان في شركة ووشر مخصصين ميزانية مخصصة إن شاء الله يدعمون النادي العربي إن شاء الله بإذن الله
طبعا احنا كلاعبين وكفريق اول خاصه النادي العربي خاصه بالسنين اللي طافت غاب عنا الدعم ونشكرهم شكر جزيل واحنا كلاعبين نحتاج هالدعم وان شاء الله يكون الدعم مستمر حق الفريق وحتى حق اللاعبين وجزاهم الله الف خير وان شاء الله يا رب يا رب نوعدهم ان شاء الله كاس الامير يكون عرباوي. هذا الشيء هذا يعطينا دافع ويعطي دافع حق لاعبينا انهم يستمرون وكل لاعب يبي يبرز عشان ياخذ المكافاه. صراحه الشركه ما قصرت ويعطيها الف عافيه. طبعا يعطيهم العافيه شركه وشر البريطانيه على هالدعم هذا باسمي وباسم اخوان اللاعبين. اشكر الشركه على دعمهم المادي والمعنوي حق الفريق. طبعا شيء طبيعي إضافة حق النادي العربي، أي أحد يكرم النادي أو يكرم اللاعبين يعني يكون إضافة حق النادي. نشكرهم وإن شاء الله نكون قد الثقة اللي هم عطونا إياها والقادم أفضل إن شاء الله. نهنئ طبعا المكرمين وهذه مرة أخرى هم أعيدها، إحنا مستعدين تعاون مع كل الأخوان اللي يدعمون أنديتنا لاعبيننا، بالعكس إحنا نكمل بعض. الدعم اللي يقدم للاعبيننا هذا شيء بسيط، يعني مثل ما قال أخوي يمكن حسين الموسوي، اللاعب يحتاج الدعم. المبلغ هذا بالتأكيد سواء تكريم مادي أو حتى تكريم أمور أخرى، تلفون ولا مثلا ساعة ولا هالأمور، هذه ساعات تحسس اللاعب إنه بالفعل قاعد يكرم وقاعد الناس تذكره. فمرة أخرى نشكر الأخوان في شركة ووشر، وهذه دعوة للشركات الأخرى لدعم الأندية الأخرى، دعم اللاعبين الآخرين في فرقنا. نتمنى نشوف شركة في الجارة، في القادسية، الكاظمة، السالمية، الكويت، ما شاء الله موجودة يعني الشركات وموجود الدعم من رجال الأعمال ومن رئيس النادي ومن يعني حتى أعضاء مجلس الإدارة. لكن أتكلم عن الأندية الأخرى، اليوم راح نشوف هذا المردود وشفناه يمكن في مباراة العربي والتضامن، وأكيد راح نشوفه في مباريات أخرى. تبي ترد تقول أنا اتهمني فرج لهيب قال لي إن أنت عشان نادي الكويت هاللقطة. زين أنا اللي أشوفه أقول له أنا مو قلت القادسية، مو ما تنفع أي موضوع. ليش ما قلت لي؟ ليش ما لحظة دقيقة في نادي الكويت تسويها شكو خلاص خليك واضح. قول نادي الكويت عشان احنا نرد عليك. شكو احنا نتكلم عن اللقطة احنا شفناها وايد تبالغ فيها، وايد تبالغ فيها. ما بالغ فيها، جول جول دوري راح. نسيت السبب الرئيسي حاطين في اللقطة دوري راح. السبب انه عشان دوري راح انه ما في حكم رابع. دققت على الجول، جول لانه جول. ما يصير احمد وينهم المباراة؟ ليش ما يتكلمون؟ جول فوز ولا خسارة؟ هو اللي يتكلم. ما يصير يا صالح، انا ما شغل الكويت، انا اتكلم عن لقطه انا شفتها. انا اليوم قاعد هني قاعد احلل اللقطه انا شفتها. انا يعني نادي سهل. وعزيز قال لي لحظه وعزيز قال لي انت عشان نادي الكويت. انزين انا قلت بلنتي، ليش ما قال لي كل موضوع في نادي الكويت في جدل؟ ليش ما قال لي ابو سالم؟ ليش ما قال لي ابو سالم ايش معنى موضوع نادي القادسيه؟ احنا قاعد نتكلم اليوم بالحق. انا ارد عليك، انتم ما تبون الحق. انا ارد عليك، انا بعد طيب. انا ارد بالحق. زين خالد عليك الله يرد. قلت مو بلنتي، قلت هذه قول خالد عليك. فيها شيء يا ابو حسين برنامج خالد عليك. تفضل خالد عليك خلي يرد. اي موضوع في نادي الكويت تسويها سالفه متى؟ خليك واضح وقول نادي الكويت عشان احنا نرد عليك، عشان انا بعد ارد عليك. متى؟ لا تنقص. متى؟ منو نقص؟ لا تنقص. متى شفته؟ واضحه. عطني شيء. انا قلت لك كلام مرسل، كلام مرسل كل مرة، كل مرة عطني طيب. مو واضح فيها انت. قول نادي الكويت عشان انا ارد عليك. عطني متى؟ متى قال نادي الكويت؟ كل مرة، متى قال نادي الكويت؟ كل مرة. عطني حتى اختصرت لك، قلت لك انت حضرت مباراة قدام مسالم، قلت لك حضرت مباراة. قلت لك حضرت مباراة. خلاص انت واضح عندك. اي خلاص واضح. لا قول حق عزيز انا حضرت اللعب. انت الحين حضرت المباراة. انت الحين اتهمتني كلمة ثانية. ما اتهمتك يا محمد، ما اتهمتك. عطني انت الحين، عطني كلام مرسل احنا ما نبي. عطني انا متى انت قاعد تنقض اشكار؟ متى نقض؟ شنو قلت؟ كل ما صار موضوع نادي الكويت كبرت. شنو قلت؟ قول نادي الكويت كذا كذا. عندكم عقده صالح العنيزي. هذه المشكور فرج ليس. مشكور عبيد منور. شكر لرعاتنا وداعمينا شركه كيو اي تريد، بن العميد، اطياب المرشود، مطعم التسيم، ومطعم سيام اسطى، مطعم كناف وعجين، دير اندير، ومعرض بلومير سبورت، وكلاجي فوازيوس في الكويت. مستر بن اللي معلق على التيشيرت حاضر، ترى اخوي طواري مدلول توه دزي مسج وما يصير خاطرك الا طيب. ترى بسعود زعلان منك اخوي بشار جاسم. ليش؟ بس افا ما هي ابو جاسم هذا من حطه على راسه دائما متابعين البرنامج صراحه بشار،
ونتشرف دائما المتابعين. صحفي مبدع دائما فنيا ورياضيا. ومبروك فوز الكويت يا اخوي بشار. عتب يعني. نتمنى الفوز يستمر في المباريات القادمه. نلقاكم باكر، مع السلامه.